قصرا في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله لن أرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون بالشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فذكر الحديث بقوله رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغيب وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما ربكم شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرضى الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداه الكبرياء على وجهه في جنات أهله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.